انت بابا جاي من انديا بابا شنو جاي من انديا انت شو ملبسي هاي باكستاني يا ابني شنو هذا زي الافغاني هذا حبي ميت شوف الرغوه مالته ايش قد حلوه والريحه بعد اطيب تبقين دقيقتين اي دقيقتين ماكسيمم من بعدها تغسلين الجسم او ايدك او اي منطقه انت حابتها ريحتها هوايه حلوه. هلا يا هلا بنات احلى شاور جل ممكن تستخدميه هو هذا شوفوا اللي تكون علبته كثير كبيره وتكفي يعني يوفر لك هوايه. الحلو بي واللي يختلف عن بقيه الشاور جل انه هو بي سكراب شوفوا منه بي سكراب. انا ما اخفيكم سر هوايه استخدم الشاور جل وممكن تلاقون عندي اكثر من ماركه ونوعيه ولون واشياء مختلفه ولكن هذا للي يحبون السكراب. هسه اراويكم اياه عن قرب. يسكرب لك الجسم بصوره صحيحه ويوفر لك ايضا. اكو بنات ما يقدرون يشترون السكراب ومن بعدها الشاور جل، لا هذا هو سكراب وهو بنفس الوقت شاور جل. شفتوا اقتصادي وكبير وبكل الالوان وتقدرين تستخدميه انت والعائله الكريمه يعني يكفيكم كلش هوايه وريحته طيبه. شفتوا كل شوفوا يا بنات هذا واحد من مجموعة ألوان اختارت هذا يبقى على حسب ذوقك انتي. تلاحظون الكمية ايش قد كبيرة. الحبيبات البي طبعا مو كلش عميقة على مود شنو ما تقلل من رغوة الشاور جل، لأن تعرفون كل ما كان السكراب عميق كل ما الرغوة قلت، فهنا موازنين بين الرغوة وبين السكراب. شوفي نحط مثلا تشق 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 اوكي ثلاث تشقات زين ونسكرب بيها شوي نرطب الايد نسكرب بيها الايد بحركة دائرية. طبعا الجسم والبشرة محتاجة سكراب على اقل تقدير بالاسبوع مرتين الى ثلاثة حتى يطلع لنا الجلد الميت. شوفوا الرغوة مالته ايش قد حلوة والريحة بعد اطيب. تبقين دقيقتين اي دقيقتين ماكسيموم من بعدها تغسلين الجسم او ايدك او اي منطقة انت حابتها. ريحتها هواية حلوة